بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا يعني مش عاجز عن الشكر، يعني عاجز كيف أعبر عن انطباعي وشكري وتقديري لهذه المدينة الجميلة بأهلها الطيبين. وزادنا شرف اليوم الحقيقة، أنا كنت في زيارة لمعسكر كشفي في الهيئة الملكية في ينبع، وأنقل الحقيقة تحياتي شكري للدكتور علاء نصيف. لكن مهرجان الزهور أعتبره أن الحقيقة نقلة نوعية في الفكر الثقافي للمجتمع السعودي، وأنا ما شفت اليوم الحقيقة أعتبر هذه نقلة نوعية كبيرة نستحق من خلالها أن فعلا أن تكون هذه السجادة أكبر سجادة في العالم وتدخل جنس الأرقام القياسية للسنة الثانية، لأنه هذا فخر كبير لنا نحن. الشيء الآخر، كمية الناس الموجودين من ينبع ومن خارج ينبع الذين حرصوا على الحضور هذه التظاهر الجميلة، وأنا كنت أتمنى أنها تزيد أكثر من أسبوعين، لكن عرفت أن هي آخر يوم لها بكرة. فأنا الحقيقة باسمي شخصيا باسم جميع زملائي وكذا أوجه الشكر والتقدير لهذه الهيئة الملكية الجميلة ينبع، وتعرفنا اليوم على ثقافة جديدة موجودة في المجتمع السعودي، وهي الحقيقة ما يستغربة. فأنتم من أهل الحب، وأنتم أهل الورد، وأنتم أهل الزهور، وينبع بلد الزهور وبلد الحب، ونحن نستسقي منكم كل أنواع هذا الرحيق الجميل لهذا الحب، لهذا المكان الجميل، لهذه الزهور الجميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة رأيت صورة رائعة أكبر مما قرأت عنها في الإعلام وسمعت، فالواقع يعكس شيء أكبر بكبير مما قرأته، وهذا العمل الرائع هي يعكس الاهتمام في البيئة والاهتمام بالصحة والاهتمام في زرع قيم في حب الزراعة والاعتناء بها، وهذا من جزء من طبيعة العمل الكشفي. نحن ككشافة وبحكم عملي أو تعاوني مع المنظمة الكشفية العالمية كعضو، أن الاهتمام في البيئة شيء أساسي في العمل الكشفي والعمل التطوعي، وهذا وجدناه حقيقة في هذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا اليوم كنت في حالة من السعادة الغامرة عندما شاهدتي لهذه التظاهرة الحقيقة الثقافية الحضارية المعمارية الزراعية الكبرى، وأنا أعني ما أقول الحقيقة الهيئة الملكية في ينبع أثبتت للعالم أجمع قدرتها على التحدي. هذه السجادة بمساحة 13,000 متر مربع لا شك أنه يمثل إنجاز للمملكة العربية السعودية، فدخولنا إلى موسوعة جينيس من خلال هذه السجادة لا شك أنه مفخرة لهذه البلاد. أنا الحقيقة أوجه شكري وتقديري للقائمين على هذا المهرجان.